تعرف عن حي الأوقاف؟ حي الأوقاف كان من المشاريع الجميلة جدا وقديمة بهذه المنطقة. كانت الأسعار كتير كتير معقولة ومقبولة، كان السعر المتر تقريبا بخمس ليرات وعشر ليرات، هلا صار المتر بخمسة مليون. حي الأوقاف أنا بعرفه من سنة السبعين، كان من قبل السبعين كمان زمان كتير، كان عبارة عن بساتين يزرعوا فيها بقدونس وفليفلة وبندورة وخيار، وأرض زراعية كانت. بسنة السبعينات إجت سووا مشروع بناء هوني، صار هالعالم تشتري توزع عن طريق البلدية، المتر بعتقد كان وقتها بخمس ليرات، وهالعالم صارت تشتري. ونحن بنجي نشترينا هالمحل هذا من شي 30 سنة كمان قاعدين بهالمحل، وتوسع مشروع الأوقاف. شو بتعرف عن حي الأوقاف؟ حي منشأ جديد من أحياء اللاذقية، كثيف السكان جدا، رواد دكتور من طلبة الجامعة بحكم قربه على الجامعة، يمتاز بكثرة الكافتيريات الموجودة فيه وبالحجم الهائل من الرواد للكافتيريات. والله حي هادي وكويس وكلهم بحبوا بعضهم الحمد لله رب العالمين، كلياتنا فرد قلب الحمد لله. كان زمان ما كان هالبيوت وما كان هالبناء جيت جديدة، يعني ما كان هذا كرماله عم يتطور ويصير أحسن.